الدول التي اعتمدت هذا البروتوكول الذي سيعتمد هنا في الجزائر؟ أمريكا أول من طلب هذا، الرئيس ترامب طلب، وربما قدم طلب لمليارات الدولارات من هذا الدواء حتى يوزع على الأمريكيين. كذلك يعني خبر مفرح إن كانت الدولة الجزائرية قررت يعني قررت رسميا، نعم تطبيق هذا العلاج ووفرت هذا العلاج، فبشرى وخير للشعب الجزائري، لأنه كلنا خايفين، نحن خايفين على أنفسنا هنا في فرنسا، وخايفين على إخواننا ووطننا، لأنه نعرف بأن الوسائل ليست وسائل فرنسا أو ألمانيا، ونعرف ماذا يجري في إيطاليا. فلا قدر الله، أنتم ذكرتم بأن 16 ولاية أو 18 ولاية أصيبت، 25 ولاية، نعم. فلذا سيدي يعني هذا شيء مفرح حتى يوزع وننظم، لكن نؤكد بأن هذا الدواء لا يعطى من طرف الصيدلية لأي مريض هكذا مجانا، لأن له أثره على القلب، له أثره على الكلى، فحذاري ممتاز. في حذاري الآثار للمواطنين المغاربيين يعني فلنتحدث الجزائر علميا تونس، وطبيا لأنه وبيولوجيا يسمعونكم. دكتور. فموش أي صيدلي يوزع هذا الدواء، الدواء يعطى عن طريق الطبيب، وأول يوم يقع له فحص على القلب، ممتاز دكتور، وثاني هل يوم تسمعني؟ بدأ الدواء يفحص على القلب ويقع تحت. تفضل سيدي. طيب، في هذه الجزئية بالذات فنتحدث بيولوجيا وصحيا، هل بإمكان جميع المصابين بفيروس كورونا أن يتلقوا هذا البروتوكول؟ نعرف بأن العديد منهم مصابين بأمراض مزمنة، ألا يؤثر هذا على مرضى الأمراض المزمنة، على المصابين بأمراض المزمنة؟ ألا توجد أعراض سلبية لهذا البروتوكول الذي سيعتمد هنا في الجزائر؟ لا، احنا في قاعدتنا عندما كنا طلاب تعلمنا بأن كل دواء سم، فإلا المعايير موازين للدواء التي يصبح به دواء ويعالج ويشفي المريض. فلا نتكلم عن طريق الشاشة ونقول نعم يستطيعون أو لا يستطيعون، كل مريض يتواصل بطبيبه العائلي الخاص أو بطبيب المستشفى، لأنه لازم نسجل ونقيد حتى نعرف ماذا أعطيناه الدواء، وكم من كمية، ورقم الدواء، لأنه الدواء له رقم في العلبة حتى نعرف أثره، ونجعل له الضفدع حتى يسجل. فربما فيه أدوية لا تتعاطى مع الكلوروكين، ربما، لكن هذا لا نستطيع أن نقوله عن التلفاز، نترك لكل الأخصائيين، والحمد لله في الجزائر موجود ويعرفون هذا الدواء، نعطيه حتى المناصرين الفريق الوطني عندما كانوا يذهبون لإفريقيا يعطوهم هذا الدواء في الجزائر حتى لا يصيبهم الملاريا، الباليوديزم. فأطباءنا لهم الكفاءة الكاملة لأخذ هذا الدواء ولتوزيعه ممتاز. ولمعالجته وتكييفه.